أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تلاقوا في درس آخر من تعلم اللغة الفرنسية بطريقة جد جد مبسطة. رانا نواصلوا في التعلم، واليوم بإذن الله رايحين نشوفوا صوت ان صون، ونشوفوا زوج تاع الحروف اللي هما دي كونسون. نبداو على بركة الله بالصوت او الصون وا وا وا. ليكريتور دو ليف وليكريتور دو كايي وا. اذا راكم تشوفوا بلي وا راها مشكله بزوج حروف اللي نعرفوهم، اللي هما الاو والاي، مع بعض يعطونا لو صون ولا الصوت وا وا. باللغة العربية كأن عندنا وا، دونك وا، لو صون وا وا، دونك وا دو ليفر وا دو كايي. بالنسبة للكتابة، كتابة يعني ماهيش صعيبة، لأننا خلاص شفنا حرفي أو والإي، خلاص شفناهم نعرفوهم، قلناهم ديجا. اذا عندنا دائما الخطوط ثلاثه ونكتبوا الوا. الوا تدي خط واحد، واحد اثنين، واحد اثنين وا. اذا هذا هو وا. نروحوا للحرف الموالي اللي هو ان كونسون، وكاين اليوم غادي نشوفوا كذلك حرفين كما المره اللي فاتت شفنا الب وشفنا الب، وقلت لكم هادو زوج يصرا فيهم خلط كبير. اليوم كذلك راح نشوفوا زوج تاع الحروف اللي فيهم خلط تاني كبير، ونسموها بالفرنسية لانتيرفيرونس لانغويستيك، يعني تخلط اللغة العربية مع الفرنسية. على هذيك كثير من الناس يغلطوا بيناتهم ولا يكونفوند، يعني يخلطوا بين هاد الحرفين. اذا الحرفين حرف هو ف ف ف ف ف ف دو لي ف دو ليفر ف دو ليفر ف دو كايي ماجوسكول. نعاودو هنا الشفة العلوية تدخل والسفلية يعني نفتحوها ونخرجوها، تجي العلوية تلصق مع السفلية الشفة. إذا عندنا ف ف ف ف ف ف ف دو ليفر ف دو ليفر ف دو كايي ف دو كايي ماجيسكول مينيسكول اي ماجيسكول. بالنسبة للكتابة، بالنسبة للكتابة عندنا نكتبوهم بهذه الطريقة، عندنا أخضر الثاني والثالث. كي نكتبوهم نكتبو هنا بالنسبة للف نستعملو الخطوط أخرى كيما الب، نزيدو ثلاث خطوط من الأسفل. إذن هكذا، لماذا علاش؟ لأن الف كي نكتبوها نكتبو ف كوغ ثلاثة من الفوق واثنين من التحت هكذا. نعاودوها ف ثلاثة من الفوق واثنين من التحت ف. بالنسبة للماجيسكول دائما الماجيسكول تدي ثلاثة من الفوق، إذا شوفوا نعاودو شوفوا الف ثلاثة من الفوق واثنين من الأسفل، ثلاثة من الفوق وثلاثة من التحت. إذا هذه ف ف كيما فريدة كيما فاطمة ف ف
خاطر رايحين نديرو حرف اخر رايحين نشوفو بلي غادي يصرا خلط بيناتهم. دونك هذا ف ف. روحوا الان الحرف الثاني اللي صرا خلط بينه وبين ف اللي هو حرف ف ف. الو ف دو ليفر ف دو ليفر ف دو كاييه اي لو غران ف ماجيسكول. دونك ف du livre, v du livre, v du cahier minuscule, v du cahier majuscule. Alors tu comprends? Il sera خلط بين le f ou le v. بعض المرات كنت يقول la valise. مي ماشي la valise, la valise. علاش؟ لان بالعربيه يقولوا الفاليزه. دونك الفاليزه يقول لك فاليز. لا هي خطا. اف ها هي والف ها هي. اذا حنا هنا في الف شفنا الف مرينا الان للف ف. هنا كذلك هذا لا يوجد في اللغه العربيه. ما عندناش حرف ف في اللغه العربيه. عندنا في اللغات الاجنبيه اذا كاين ف بصح في العربيه ما كاش يعني 28 حرف ما نوجدوش ف. لا يوجد حرف ف. دونك ف دو ليفر V du livre, V du cahier minuscule et V du cahier majuscule. Qui fait le kitbou? Kitaba. Then, kout daïman daïman. Istiamal l'khotot. Istiamal l'khotot. L'khotot. Rouho. L'khotot khadra les interlignes ou là les corps. لي كور شحال يدي الف؟ الف ساهل. الف يدي خط واحد كيما ال ا. هنا ثاني كاين عقده. هنا كاين عقده ف. شفتوا البطه على شكل البطه. دونك ف ف. والف ماجيسكول يدي ثلاثه نتاع الخطوط الخضراء ولا لي كور. اذا ف هنا تحسوا فيبغور ف. هنا في الشفتين كاين واحد كذلك واحد الدغدغه ف. هنا انا بالعين يعني نغلقوا الشفتين ف يخرجوا من الشفتين. هذه ف الف ها. ودرك هنا في ف ها ماشي كيف كيف. اذا على بها نخلطوا دائما هادو زوج. الان نمروا للتركيب الجزئي ولا لو مونتاج سي لا بيك. الو عندنا عفوا عندنا دائما حروفنا اللي درناهم ا اي او اي او يو. الو عندنا فا في ف fait, faux, fut, qui était bas, tal corras, fa, fi, feu, fait, faux, wa, fut. Naudo, fa, fi, feu, fait. Faux, fu, fa, fi, fait, feu, afouen, afouen, feu, fait, faux, fu. Rouhou l'an, li, harf l'v, harf l'v. Kifesh, ndirou le montage syllabique, sahel, idan, daïman. Va, vi, ve, ve, vo, vu. Nauto, va, vi, ve, ve, vo, vu. Qu'on m'a bat. Va, vi,
الان رايحين نخدمو لي صون. الان ركبوا الف والف مع لي صون اللي قريناهم لحد الان. نقول لكم عندنا درنا فو درنا فو درنا فو واليوم فوا. نعاود نكتبو كتابة تاع الكراس فو 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 فوا. نعاود نقراهم فو 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 فوا فو 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 فوا. الآن نمر للحرف ذ. نمرو دائما مع لي صون ولا الأصوات كما قلت لكم. عندنا فو فو دائما. عندنا فو وعندنا فوا. فو 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 نكتبو هنا صحيح. اي فوا. نعاودو فو 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 فوا فو 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 فوا. اذا الان رايحين نركبو نقول لكم مثلا ركبوا لي لا سيلاب مثلا فار 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 غ. كتابة الكراس فار. نعاود نقول لكم الان فور 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 فور. الان كملوها نقول لكم كتبوا لي فور مي فور مي. اذا نزيدوا بكل بساطه مي اللي درناها مي فور مي فور مي اللي هي النبله فور مي فور مي. نعطيكم واحد الكلمه فيها الف والف. نقول لكم في الاول كتبوا في 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 في. نزيدوا ف ف وهنايا الاكسون تتبدل فيف 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 دو سيلاب فيف. شنو الفيف اللي هو الفول. فيف فيف. نكتبو الان نقولكم كتبو فيغ فيغ فيغ. نتوما رايحين تكتبو كيما هاك فيغ فيغ. هي من يكون الغ ما نديروش الشرطه فيغ فيغ. نزيدو م م فيرم فيرم اللي هي المزرعه فيرم فيرم فيرم. كتبوا الان ف ف توجور ف ف ف ف. نزيدو ت ت فات. وهنا نديرو هذا الشابو لان هذه كتابة فات هي الحفلة فات فات. أن نقول لكم كتبوا فال 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 فال. نزيدوا لها ف نزيدوا لها ف فالف فالف فالف.
دي سي اون بياس نقولها فالف لا فالف فالف فوالا اذا نظن اليوم رانا نعاودو نديرو اون ريكابيتولاسيون ولا اذا شفنا اليوم لو سون وا وا شفنا حرف الف وشفنا حرف الف ف كتابت خلاص هذا و الف اذا هاد الحروف حاولوا باش تكونوا بهم كلمات مثلا كيما انا فوا 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 كاين الكبد وكاين فوا عندها ثلاث الى درنا الاو والى الاو يا الكبد يا الايمان وإذا درنا فوا هي مرة بالاس بالس سو مازال ما درناش إذا فوا 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 فوالا فوا و توت الوغ تاني درنا مونتاج سيرابيك تاع فو فو ودرنا فو فوا وف و فو فوالا إذا ديجا خدمنا بهاد لي سون اللي هو الوا والأو والأو إذا نتوما شنو ديرو ان شاء الله كتمرين دائما 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 نوصيكم بالتمرينات بعد نهايه مشاهده الفيديو علاش باش ما تنساوش لان كي شغل تذكير وهي مراجعه ومره ثانيه يعني خدمتوا معايا مره وديدوا مره ثانيه نظن بلي هاد الحروف وهاد الاصوات رايحين تلصقوا في عقولكم ان شاء الله اذا عاودوا معايا وا وا ف ف ف ف اذا حاولوا تركبوا كلمات بهذه يعني الحروف والاصوات اللي شفناهم اليوم نظن هذا الفيديو عجبكم ودائما دائما نقول لكم ما تنساونيش بالاشتراك ليصلكم كل جديد وفعلوا الجرس وكثروا اللايكات ودائما عندكم اقتراحات ما تبخلوهمش عليا ونقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.